بسم الله الرحمن الرحيم. الالترا ساوند اوف ذا بريست، سونار الثدي. هنتكلم على النورمال والابنورمال. فالنورمال بريست الترا ساوند، مبدئيا عندنا البريست بيتكون من فايبرو جلانديولار تيشو اللي هو البريست بارينكما، نسيج اللبني بتاع البريست، وفي فات موجود في السبكتانيوس تيشو، موجود في الريترو ماماري، موجود بين البارينكما. على حسب السن بيكون البارينكما او الفايبروجلاندولار تيشو هو السائد في السن الصغير اثناء بريجنانسي واللاكتيشن، ومع السن تدريجيا هيبتدي يصغر الفايبروجلاندولار تيشو ويكبر الفاتي تيشو. عندنا البريست بيتكون من لوبس، فصوص بتتفصل بالكوبرز ليجامنت او السسبنسوري ليجامنت اللي هو اللي بيشد البريست، وكل لوب في ضغط بتعدي جواه، والضغط دي بيفتح فيها الاسينس اللي بتفرز الملك، تمام، وبيكون حواليها في نسيج ضام كونكتيف تيشو، تمام. فعندنا هنا النبل والاريولا حواليها، وبتتجمع الماماري داكتس القنوات اللبنيه، وعندنا لوبس فصوص وفيها اسينس، وفي انتر لوبر كونكتيف تيشو، والكوبر ليجامنت او السسبنسوري ليجامنت اللي بيعمل شكل البريست وبيشد البريست، وفي الريترو ماماري فات، وفي الريترو ماماري فات، وبعد كده المصل اللي هي البيكتوراليز ميجور مصل. الالترا ساوند بتاع فيميل في الثيرد ديكيد يعني في العشرينات بيكون السكن اللي هي الطبقة الخارجية خالص، وتحته في السبكوتينيوس فات اللي هو باللون الغامق ده، تمام. وعندنا البريست تيشو تحت السوبرفيشال فاشيا، دي السوبرفيشال فاشيا الخط الابيض ده، تحت منه البريست يمتد لحد المصل اللي ورا خالص اللي هي البيكتوراليز مصل. ده الاستراكشر بتاع المصل، في انترليسنج فايبرز هايبر ايكويك وبعديها هايبو ايكويك، ده شكل المصل. فالمسافه من هنا لحد هنا هو ده البريست، تمام. في جلاندولار تيشو وفي فاتي تيشو. الجلاندولار اللي هو لونه ابيض ده هو اللي سائد، هو الغالب في البريست في السن ده، وتدريجيا هيبتدي الفات ده يكبر، تمام، لحد لما يبقى هو المهيمن على البريست في الاولد ايج في الستينات، تمام. فعندنا السكن بره خالص، تحت منه السبكتانيوس تيشو و السوبرفيشال فاشيا الخط الابيض ده، تمام. ده الميموري تيشو اللي هايبر ايكويك ده، او الدرجه بتاعته يعني انترميديت، هو افتح من الفات. والاسود اللي ورا ده ريترو ميموري فات، بعد كده البكتوراليز مصل. في السن ده لو عملنا ماموجرافي، الماموجرافي ده الاكس راي اوف ذا بريست، بنستخدم كميه اشعه اقل. عندنا وضعين في الماموجرام، الكلينيكودال الاشعه بتعدي من فوق لتحت، الاشعه بتبقى موجهه من فروم كرينيال تو كودال، وفي ميديو لاترال اوبليك الاشعه من الداخل للخارج. بنلاحظ ان مفيش حياه باينه، ليه؟ لان البريست ده دنس، الجلانديولار تيشو الدنسيتي بتاعتها عاليه في حين الفات قليل خالص، فبالتالي لو في ليجن في البريست في السن ده ممكن ما يظهرش، فبالتالي مش محبذ ان يتعمل ماموجرام لحد في السن ده. سوليد دنس اوباسيتي عباره عن ويل ديفلوبد بارينكمال تيشو، والفاتي تيشو ده يعني مش كتير، مش موجود كتير، لان السائد في الحاله دي هو الماماري تيشو. فاثناء اللاكتيشن بيبقى الدكتس دايليتد وهايبرتروفايد وفيها ملك، تمام، والبريست تيشو برومينانت وكبير وضغط على الفات. احنا مش شايفين السبكتينيوس فات ولا الريترو ماماري فات، تمام. في المرحله دي بيكون البريست كبير والفات ممسوح، وشكل الماموجرام بالشكل ده، ان الدنسيتي بتكون اعلى ما يمكن في الجلانديولار تيشو والضغط اللي هي دايليتد، فهما الاثنين بيكونوا
وفي هاي كونتراست تالي بيكون دنس بريست. فبالتالي دي برضو تاني حالة السونار بيتفوق فيها على الماموجرام. في الفورث ديكيد يعني في الثلاثينات، في أوائل الثلاثينات بيبتدي بقى الفات يظهر معنا، اللي هو الحتت المتفرقة دي وسط البارينكمال تيشو. البارينكمال تيشو هيبقى كومباكت كده مضموم، مفيش داكتس باينة، تمام. ده الريترو ماماري فات. والمنظر بالماموجرام هيبتدي في الفات يظهر كده متنطور في البريست، الفات اللي هو لونه ايه، هايبو شوية، غامق شوية. الابيض ده البريست تيشو، وده الفات اللي في النص. في اواخر الثلاثينات late fourth decade هيبقى الفات اوضح، دي كتلة فات كبيرة، تمام. لكن لا يزال الماماري تيشو هو الاكبر للانترا ماماري فات، الجزء ده، وده الريترو ماماري فات، وبعد كده المصل. لو شفنا الماموجرام بتاع الحالة دي، ادي البارينكما او الفايبروجلاندولار تيشو موجودة، وكل اللي ورا ده فات بروميننت، سبكوتينيوس فات اللي هو بره، وده الفات اللي داخل الجلاند، وده الريترو ماماري فات. يكاد يكون النسبة واحد لواحد بين البارينكما وبين الفات. السونار كانت باينة ان البارينكما اكتر. نشوف في الفيفث والسيكس ديكيد اللي هي الاربعينات والخمسينات، هيبتدي البريست تيشو يصغر، البارينكما تصغر على حساب ايه، الفات يكبر. شوف الجلوبيولز بتاعت الفات كمية حجمها كبير، ويبتدي الكوبرز ليجامنت يبان بقوة، لان هو كان وسط البريست تيشو هايبر وسط هايبر مش باين، لكن هنا في فات، فبالتالي هيكون ظاهر بوضوح. كمية الفات بقت اكبر. الماماري تيشو الدنسيتي بتاعته حتى بقت اقل في الدرجة، والريترو ماماري فات برضو كبر. ولو شفنا الماموجرام بتاعها هيبقى الفات ابتدى يبقى هو السائد، تمام، والماماري تيشو ابتدى يقل. في الميديا في الميديولاترال اوبليك هيبتدي يظهر بوضوح الاكزيلاري ماسلز، جزء من البكتورالز والاكزيلاري ماسلز. في العقد السابع في الستينات الجلاندولار تيشو يكاد يكون قليل جدا. الوضع ده كده ترانزفيرس ولونجيتيودنال. انا كده لونجيتيودنال، العضله مفروده معايا هنا، الرب الشادو بتاع الرب، تمام. الفات هو اللي ظاهر، الماماري تيشو صغير جدا، حتى لو بصينا عليه في الماموجرام بيكون عباره عن ايه، ستراندز كده، تمام. والبريست تقريبا يعني 90% او اكتر منه عباره عن فات. هنشوف لاحقا صور للام ار، هيبان ان هو في السن الكبير ده البارينكما بتبان يعني زي ايه، زي خطوط وسط الفات ده في السن الكبير ده. بعض المعلومات الاساسيه في البريست التراساوند ان هو ليه مزايا، منها ان هو نون انفيزيف، ان هو سيمبل تكنيك، مش مضر لو البيشنت دي كانت مثلا بريجننت او كده. بنستخدمه امتى؟ لما يكون الماموجراف ورانا دنس بريست، فبالتالي انا مش هقدر احكم هل وسط الدنس بريست ده في ليجن ولا لا، او اثناء البريجننسي واللاكتيشن، او لو انا شفت ليجن في الماموجرام كان هايبر دنس، عايز اعرف هل هو سيستك ولا سوليد. السيست ممكن تدينا هايبر دنسيتي في الماموجرام. بنستخدم البروب اللي هو اللينير بروب اوف هاي فريكوانسي، بنلاقي السكن تحته السبكوتينيوس تيشو، تحته البريست بارينكما، تحته وبين البريست تيشو في الكوبر ليجامنت، في الريترو ميموري فات، بعد كده البوستيريور البكتوراليز والريبس.
البريست برينكيمال تيشو بيكون اوف هاير ايكوجينيسيتي عن السبكوتينيوس فات لاير، مفصول عن السبكوتينيوس فات بالسوبرفيشال فاشيا الخط الابيض. الحجم الجلانديلر تيشو والايكوجينيسيتي بتاعته بتختلف على حسب الايج، وهي ريليتيف للفايبرس تيشو والفات. حجم البارينكما بيعتمد على الايج، في السن الصغير البارينكما هي السائده، في السن الكبير الفات هو السائد. الدليفري ستاتس، الهرمونال ستاتس في البريجننسي واللاكتيشن، اما في المينوبوز فبيحصل اتروفي للبريست. ده تقريبا يعني النورمال بريست. في المرات القادمه ان شاء الله هنتكلم عن الديزيز الاخرى، الفايبرو ادينوما والداكتكتيزيا والفايبرو سيستيك ديزيز وبعض الليجنز والبريست كانسر.